قدرنا نتحرك من المكان اللي كنا فيه اللي كنا نتراوح فيه منذ الاستقلال، وبلغت نسبة صادرات الجزائر أكثر من 7 مليار دولار في سنة 2022، إلا أنه ما زال فيه الكثير والكثير يجب القيام به، ما زال فيه الكثير من المقاربات التي يجب أن يتم تحديثها، ويجب بعض المقاربات الأخرى التي يجب اعتمادها من أجل بلوغ وولوج الأهداف المسطرة، وبمعية المنظمات والجمعيات المهنية والنقابات المهنية كذلك تم الاتفاق، وهذا المشروع جاوب به إخواننا من مجلس التجديد الجزائري، إلى وضع أهداف أو تسطير أهداف أو وضع أهداف معينة يجب بلوغها في 2029، وهي ما يقارب 30 مليار دولار من التصدير خارج المحروقات. وهذا يتطلب منا جهد كبير، يتطلب منا أننا مش فقط نحدث ثورة في إدارتنا وفي تصرفاتنا وفي مقارباتنا وفي سياساتنا، بل يتطلب منا تجند ويقظة ووعي لجميع المتعاملين الاقتصاديين.